محمد بنرحب بيك معنا. اهلا بيك. مبروك بقى على التكريم. الله يبارك فيك. كلمني عن تكريمك النهارده في الغزاله رايقه. طبعا فرحان جدا ان انا هنا النهارده، وبشكر كل جمهوري وكل حبايبي اللي ساعدوني ان انا ابقى هنا النهارده. تقولي مين بقى الغزاله رايقه؟ بقول لكل حبايبي يعني. سمعني حته من ما هو الاداره هنا مانعين ان انا اغني. جديدك الفتره الجايه في اغاني ان شاء الله نازله تانية جديده ان شاء الله تعجبكم يعني. توقعت النجاح الكبير بقى بين الغزاله رايقه، برغم مش انت اللي كنت طالع، كان في ممثل تاني اللي طالع؟ لا ما كنتش متوقع، بس كل ده كرم ربنا يعني. تعاونك بقى في الاغنيه مع كريم محمود عبد العزيز، كلمنا عن الموضوع ده. لا لما عرفت طبعا فرحته، كانت الاغنيه حلوه يعني. هي اغنيتين بس. بقى كلمنا تعاون مع مين؟ بلاش نحرق بقى، بلاش. ماشي يا محمد، شكرا.